كيف حالكم؟ طبعا الكل عارف انه الموقع الالكتروني اللي هو evisa.gov.ge هو خاص بالحصول على الفيزا الالكترونية الخاصة بجورجيا. هان في حاجة مهمة لفتت نظري، انه لما بدنا ندخل على التأمين الصحي، تمام؟ شوفوا التأمين الصحي، في هاي الشركة بتقول لك انه بتقدر تحصل على التأمين الصحي الكترونيا من خلال موقعها هذا اللي مربوط بموقع اي فيزا، ولكن في فوق زي ما انتو شايفين هنا اشارة، تمام، عند هذا الموقع. طبعا هذا الموقع بيوفر لك حاجات كتير عدنا بنحكي عنها. اول ما بتدخل على هذه الاشارة بيقول لك انه هذا الموقع غير آمن، وما يعني ما بينصحك بانك تدخل معلوماتك البنكية او الكريدت كارد او الباسورد في بهذا الموقع. لسه ما بحثت عن الموضوع، بدي اتأكد، لانه هو مرتبط بموقع الاي فيزا الحكومي، فكيف انه هو غير آمن؟ لازم تنتبهوا عبال ما اقدر احصل على معلومة اكيدة. هان مثلا لما بدك تحصل على التأمين الصحي، شايفين طبعا تقدروا ترجموه على طول من جوجل العربي، وفي عندكم تضلوا على النسخة الإنجليزية. عندكم هنا التأمين الصحي ليوم واحد، شايفين هو 2.7 يورو، وفيكم تحددوا المدة من هان قديش الوقت اللي بدكم تقعدوه مثلا بجورجيا. إذا قلنا من واحد الشهر ل قلنا مثلا 16 الشهر، خلينا نقول انه، او 15 الشهر، يوم 15 يوم بيطلع 40 يورو. وفي عندكم هنا 6 نماذج او 6 مقترحات لانواع التأمين الصحي. طبعا بتختلف فروقات، بتختلف من واحد للتاني، على انكم تنقوا اللي بيناسبكم من هاي التأمينات وتقدروا تشتروه اونلاين. ولكن زي ما بقولكم استنوا نتأكد من هاي المعلومة، الإشارة اللي ظاهرة عنا انه ليش هو موقع غير آمن.